السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله إن شاء الله دلوقتي هنشوف إزاي تحط علامة مائية على الفيديو بتاعك على قناتنا على اليوتيوب. العلامة المائية دي طبعا فايدتها إنك لما بتتحط على الفيديو إن هي بتمنع من سرقة الفيديو ويبقى الفيديو يبقى خاص بيك عشان يبقى محطوط عليه صورتك. العلامة المائية دي بتبقى صورة. نبدأ مع بعض اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة نجيب هو اول حاجة اعدادات يوتيوب نضغط عليها، بعدين عرض الميزات الاضافية نضغط عليها، بعدين هتلاقي هنا العلامة التجارية تضغط عليها، بعدين اضافة علامة مائية تضغط عليها، بعدين اختيار ملف الصورة اللي عايز تحطها، بعدين هاي الصورة هي صورة القناة بتاعتي، بعدين open، بعدين حفظ بعدين هنا بيقول لك انت عايز تحط العلامة المائية دي على انو حتة من الفيديو. طبعا بنصح بالفيديو بالكامل عشان تبقى موجودة على كل على الفيديو كامل. بعدين تحديث كده بتتحط اهي، تم الحفظ بنجاح. بعدين نشوف بقى اي فيديو عشان نتأكد. مقاطع الفيديو مثلا ده، ايه دي العلامة المائية اهو، دي العلامة المائية اللي اتحطت على الفيديو. لو حد عايز بقى يشيلها حط مثلا واحدة بالغلط. هنرجع تاني كده اعدادات يوتيوب، بعدين عرض الميزات الاضافية، بعدين العلامة التجارية، بعدين ازالة. انا تضغط على ازالة كده خلاص كده اتشالت. لو عايز تحطها تاني اضافة علامة مائية. اتمنى ان يكون الدرس نال اعجابكم.